دلوقتي جه معانا مع الاخبار اللي هتحصل النهارده بمشيئه المولى عز وجل، ومنها ان وزير التموين هيتفقد المنافذ التموينيه في محافظات مختلفه للاطمئنان على توافر السلع، وكمان المجلس الاعلى للاعلام هيستضيف وزيره التعاون الدولي في جلسه حواريه، الجلسه دي هتكون حول مؤتمر المناخ. كمان في اخبار تانية هنستعرض تفاصيلها في سياق هذا العرض. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيتفقد الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عدد من المشروعات التموينية في محافظة الجيزة وعدد من المشروعات الأخرى ومخازن الجملة بالمحافظة. النهاردة هيستضيف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في جلسة حوارية هيحضرها كبار الكتاب وشباب الإعلاميين والصحفيين ورؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف والمواقع الإلكترونية ورؤساء القنوات الفضائية في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في ماسبيرو. وهتدير الدكتورة رانيا المشاط حوار مفتوح وهتجاوب فيه عن كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بنتائج جهود التعاون متعدد الأطراف في حشد التمويلات التنموية والفعاليات المقرر تنظيمها خلال قمة المناخ COP27. النهاردة هتطلق الشركة الوطنية مصر للطيران أول رحلة تجارية بوقود الطيران المستدام المعروف باسم SAF من مطار شارل دوغول بالعاصمة الفرنسية باريس لمطار شرم الشيخ مباشرة، وده بالتعاون مع شركة نيسلي اللي بتعتبر واحدة من أكبر الشركات العالمية الرائدة في مجال إنتاج وقود الطائرات المستدام. كمان النهاردة هتستضيف مكتبة القاهرة الكبرى حفل توقيع ومناقشة كتاب روايات يوسف السباعي بين الواقع والشاشة للكاتب إسلام علي جعفر بحضور وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني واللواء دكتور سمير فرج محافظ الأقصر السابق والدكتور وليد سيف أستاذ النقد السينمائي والتلفزيوني بالمعهد العالي للنقد الفني. لعشاق الدوري الإنجليزي النهاردة في 5 مباريات قوية في إطار الجولة 15 من عمر المسابقة، من أهمها مباراة مانشستر سيتي مع فولهام الساعة 5 العصر ولقاء إيفرتون وليستر سيتي الساعة 7:30 بالليل. لعشاق الدوري الإيطالي النهاردة هيكون في 4 مباريات قوية في الجولة 13 من عمر المسابقة، من أهمها لقاء أتلانتا مع نابولي الساعة 7 بالليل ولقاء إيسي ميلان مع سيبزيا الساعة 10:15 بالليل.